لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وطلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، محاضرتنا اليوم بإذن الله تعالى وهي من علوم البلاغة علم المعاني أو علم الأساليب، وسنقسم هذه الأساليب على محاضرتين إن شاء الله. نبدأ أولا اليوم في محاضرة اليوم أسلوب الأمر وأغراضه وأسلوب النهي أيضا وأغراضه، وهي من الأساليب الإنشائية. فنتذكر معا أننا درسنا في النصف الأول الأساليب الخبرية. إذا الأساليب إما إنشائية أو خبرية، أو خبرية لفظا إنشائية معنى، هذا من ناحية الاستخدامات في هذه الأساليب. ولنبدأ اليوم أحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم الخير الخير لمصر. يقول مارتن لوثر كينغ: ليس المهم طول العمر أو طول عمر المرء، المهم جودة هذا العمر. أحبائي وأعزائي، نبدأ معا هذه المحاضرة بتعريف أولا علم المعاني أو الأساليب الذي ينقسم إلى الأساليب الخبرية والإنشائية كما ذكرت. فلنبدأ بالأسلوب الإنشائي. فما هو الأسلوب الإنشائي؟ ذكرنا في المحاضرات السابقة أن الأسلوب الخبري هو الأسلوب الذي يحتمل الصدق أو الكذب. ولكن الأسلوب الإنشائي، قبل أن نبدأ فيه، لماذا يبدأ الإنسان في استخدام مثل هذه الأساليب؟ يعني كأنه يستخدم أمرا أو نهيا أو استفهاما، ولماذا يستخدمه الإنسان؟ ما مصدر الجمال في أن يستخدم مثل هذه الأساليب؟ غالبا هو يريد أن يشارك السامع، الأديب الذي يستخدم ذلك يريد أن يشرك السامع معه في إحساسه ويجذب انتباهه ويجعله مشغولا بما يقول. لذلك فنحدد مفهوم الأسلوب الإنشائي أولا، فهو الأسلوب الذي يحتمل الصدق أو الكذب. خطأ، هو لا يحتمل الصدق أو الكذب بصرف النظر عن قائله طبعا. لذلك نبدأ أولا بأنواع الأساليب الإنشائية. الأساليب الإنشائية كما حددها البلاغيون نوعان. هناك أسلوب إنشائي طلبي مباشر يطلب منك طلبا مباشرا كالأمر أو النهي أو الاستفهام أو النداء أو التمني أو الرجاء أو التحضيض أو العرض. هذه أساليب الإنشائية المباشرة الطلبية. هناك نوع آخر وهو الغير طلبي كالقسم، وقد درسناه في قواعد النحو، التعجب درسناه في النصف الأول، والمدح والذم درسناه أيضا في النصف الثاني. نبدأ أولا، وما يهمنا هو أنواع الأسلوب الطبي. فالطلب أولا الأمر. الأمر له أغراض، فكل أمر يجب أن نعلم أنه إما من أعلى أو من جهة أعلى إلى جهة أقل، أو من جهة أقل إلى جهة أعلى، أو من جهتين متشابهتين أو متساويتين. فهذه قواعد يجب أن نراعيها عندما نحاول أن أعرف الغرض من الأمر الموجه أو الأمر الذي يأمر به الشاعر أو الكاتب. يجب أن نفهم ذلك جيدا. فهناك أوامر من الأعلى إلى الأدنى، ومن الأدنى إلى الأعلى، ومن الطرفين المتساويين. فيجب
أن نفهم ونلاحظ باهتمام أن الغرض ليس المشكلة في استخراج الأسلوب الأمر، ولكن المشكلة دائما تكون في الغرض. لذلك أولا نقسم الأمر إلى أربعة أقسام. الأمر الحقيقي المباشر، كأن أقول مثلا اجلس، ذاكر، ابحث، تعاون، اتق الله، قل، تطوع، كل هذه أوامر مباشرة. هذا هو النوع الأول من الأمر. النوع الثاني أحبائي وأعزائي طلابي، طلاب الصف الثاني الثانوي، هو الأمر بنام الأمر مع الفعل المضارع الذي دائما ما يجزم الفعل المضارع. فنقول مثلا فليكن حرا، ليكن حرا، ودرسنا ذلك في اختيار الصديق، لتتق الله، انظر إلى حذف حرف العلة، ولتتفقوا على حل، أيضا انظر إلى حذف النون في الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم حذف النون. ولكن يجب عليك أيها الطالب العزيز أن تفرق بين لام الأمر ولام التعليل ولام القسم ولام التوكيد، وكلها لامات تدخل على الأفعال والأسماء أحيانا. أحبائي النوع الثالث، وأن تأمر بالمصدر، كأن تقول مثلا الاتئادة الاتئادة، فهناك فعل محذوف وجوبا تقديره إلزم الاتئادة، هنا أمر، والسماحة السماحة، وهكذا نعتبر أساليب الإغراء والتحذير كلها أساليب أوامر. ولكن يجب أن يكون ما بعد ذلك أمرا مباشرا، يعني أن تكون مع أن تكون بالمصدر الاتئاد مصدر التأدة والسماحة والعمل العمل والإخلاص الإخلاص من أخلصه، هكذا يكون نوعا من الأمر. النوع الرابع، وأنا آسف أنني لم أكتبه، ولكن هو نوع يتحدث عن اسم الفعل الأمر، اسم الفعل الأمر، وقد درسناه في الصف الأول الثانوي في نهاية الترم الثاني في الأول الثانوي. اسم الفعل الأمر كما تتذكر أيها الطالب العزيز هو مثال، أعطيك أمثلة على ذلك، عندما أقول مثلا عليك بالمصابرة، هكذا أنا استخدمت عليك جر مرور، ولكن هنا هو اسم فعل أمر عليك، هكذا سمي عن العرب، وهو يدل على كلمة إلزم، فعليك هنا بمعنى إلزم، وتعرب اسم فعل أمر مبني بمعنى إلزم. أو عليك المصابرة، حي على الصلاة بمعنى أقبل، هلم بمعنى تعالى، كل أسماء الأفعال الأمر التي درستها في العام السابق، دونك الكتاب مثلا يعني بمعنى دونك الكتاب، بمعنى خذ الكتاب، هنا دونك بمعنى خذ، وهو اسم فعل أمر بمعنى خذ، وهيا بمعنى تعالى. يبقى كل هذه الأشياء أحبائي ما هي إلا نوع من أنواع أساليب الأمر، عليك أن تلاحظ ذلك عندما يطلب منك استخراج أسلوبا إنشائيا. لذلك تهتم بهذه الأشكال الأربعة، وهي المصدر والأمر بلام الأمر والأمر الحقيقي المباشر. أحبائي ننتقل بعد ذلك إلى الغرض. فالغرض مهم جدا عندما تعلم جيدا الأمر من اثنين متساويين أو من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، تبدأ في التفكير كيف أعرف الغرض من هذا الأمر. أولا من خلال الجو الشعوري وحسب الموقف الذي قيل فيه، فيجب
أن تلم بجميع أركان الجملة حتى تستطيع أن تستشف الغرض جيدا، فهو نوع من أنواع الإحساس وحسابات الموقف الجيد حتى أعرف ماذا يقصد وما الغرض الذي طلب فيه هذا الأمر. فأحبائي، هذه هي البراعة، أن تستشف الغرض استشفافا صحيحا عندما يطلب جوابا إنشائيا وبين غرضه. فهذه النقطة الثانية من إجابة السؤال. المهم التدريب على الغرض، فتدريبه على معرفة الغرض هو الأهم في هذا الموضوع. فعندما يقول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقول سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء من الناس عندما يقفون أمام الله سبحانه وتعالى يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم الصراط المستقيم، فهو من الأدنى إلى الأعظم، فكيف بالله عليك يكون غرضه إلا الدعاء؟ نعم، يبقى أنت هنا تأمر، ولكنك في هذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب تدعو الله. فلا أستطيع أن أقول أمر للوجوب، هذا خطأ، إن أمر أدعو به الله سبحانه وتعالى أن يهديني الطريق المستقيم. مثال آخر، أحبائي، عندما يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم، اتق الله، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتق الله موقف النصح، تمام. اذا هنا الغرض من الفعل اتقي، الفعل الامر او الاسلوب الامر، هذا النصح والارشاد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا بان نفعل كذا وكذا وكذا لان كذا، وهذا المعنى يتضح. الشاعر يقول ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، ان الكذوب يشين حرا يصحبه. الكذاب دائما يشين، يعني يعيب الإنسان الحر الذي تصاحبه. لذلك يقول دع الكذوب، مش ودع الكذوب، لا، ودع الكذوب، هنا أمر دع. نعم، هل هو هنا يحقره أم أنه ينصحك أن تترك الكذوب؟ يعني هل هو للنصح أم للتحقير؟ لو أكملت بقية الجملة فلا يكن لك صاحبا، هذا نهي أيضا، إذن هو يوضح أيضا لماذا، لأن الكذوب حقير يشينك، فإذن هو هنا يحقر ممن لا يستجيب لهذا الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى غرض آخر. يقول شوقي رحمه الله وسلى مصر، هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان أو أسى جرحه الزمان المؤسي؟ هنا الأمر في الفعل سلى، فسلى بمعنى اسأل، هو يتخيل أن هناك صاحبين يطلب منهما أن يسأل مصر. طب مصر، هل إنسان يسمع؟ هذا أمر صعب، فهو يتمنى ولا يستنكر؟ ماذا يعني، لماذا طلب أن نسأل مصر؟ هنا امرؤ القيس أيضا يقول ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي، انجلي، انجلي أي ذل وانقضي وانتهي بصبح، وما الإصباح منك بأمثله. هو يعلم أن يومه القادم ليس يعني سيكون مثل ليله الطويل الذي مر عليه، أو الصبح سيكون مثل ليله، فالكل لديه سواء. فهو يتمنى من، يعني هو حزين هنا الشاعر، ويتمنى من الليل أن يزول. فمن هنا نستشف أن الغرض هو التمني، فالتمني دائما يكون أمر بشيء صعب المنال أو هم على الشاعر كبير. يقول عنترة، يقول عنترة يا طائر الباني قد هيجت أحزاني وزدتني طربا يا طائر الباني، وقف لتنظر ما بي لا تن عجلا واحذر لنفسك من أنفاس نيران، وطر لعلك في أرض الحجاز ترى ركبا على عالج أو دون نعمان. أماكن عالج ودون نعمان، دي هذه أماكن. إذن هو بدأ هنا ينادي على الطائر ويقول له قف لتنظر ما بي، انظر، الشعر حزين، واحذر لنفسك من أنفاس نيران، فأنفاسي تشبه النيران من شدة الحزن والألم. نعم، هو يرجو الطائر ويتمنى منه أيضا أن يقف
رجاء وتمني أن يحضر لنفسه أنفاس النيران. قال صلى الله عليه وسلم: اعمل ما شئت كما تدين تدان. فالرسول يحذر ويهدد: اعمل ما شئت، أمر من الرسول، ولكن في نفس الوقت هو يهددني وينبهني ويحذرني إلى أن الإنسان مدان فكما يدين يدان. يقول عنترة: يا طائر البان قد هيجت أحزان، وزدتني طربا يا طائر البان، ناشدتك الله يا طائر الحمان إذا رأيت يوما حمول القوم فانعاني. انظر هنا الأمر، انعاني أمر. وقل صريحا تركناه وقد فنيت دموعه وهو يبكي بالدم القاني، الشديد الأمر يعني. انعاني وانعاني، وقل صريحا. انظر هنا إلى عاطفة الشاعر، وأيضا ما زال في نطاق الحزن والأسى، هو يتمنى وحزين، لذلك يطلب منه بحزن أن يقول صريحا تركناه وقد فنيت دموعه. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم. سلي بمعنى اسألي. الشاعر السماوئل يقول: سري إن جهلت الناس عنا وعنهم، وليس سواء عالم وجهول. إذن هنا الرجل يفتخر بنفسه، لو الناس جهلت فاسألي عنا، ولا يستوي العالم والجهول، هو يفتخر بنفسه في هذا الأمر، في الأمر غرضه الفخر. يا صاحبي تقصي نظريكما، أبو تمام: يا صاحبي تقصايا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور أو كيف تصور. تقصايا أم غرضه التمني والالتماس أم غرضه التعجب؟ هنا يأمر صاحبين، هو يعلم جيد أنهما ليس موجودان، فيلتمس منهما أن يدقق النظر حتى يرى كل منهما جمال الطبيعة. ننتقل أحبائي وأعزائي طلابي إلى الأسلوب الثاني من الأساليب الإنشائية الطلبية، أسلوب النهي وأغراضه. ربنا لا تعذبنا فأنت علينا قادر. فعندما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يعذبنا بأسلوب نهي هكذا، غالبا فهو غرضه الدعاء. فكل الأدعية التي ندعو بها: لا تعذبنا، لا تهنا، لا تدخلنا النار، كل هذه النواهي بغرضها الدعاء. يقول الشاعر دعبل: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. سلمة هنا هي اسم محبوبته، لا تعجبي هناك. من الواضح أنه يطلب منها أنها لا تتعجب من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، ومع ذلك هو يفتخر بهذا المشيب لأنه يصوره كأنه رجل يضحك، ولكن هو يفتخر بشكله هكذا. قال عنتر: يا طائر البان قد هيجت، وزدتني طربا يا طائر البان، إن كنت تندب إلفا قد فجعت به، فقد شجاك الذي بالبين أشجان. وقف لتنظر ما بي، لا تكن عجلا، واحذر لنفسك من أنفاس النيران. هنا لا تكن عجلا، هنا يتمنى من الطائر ألا يسرع ويتركه، فيقول له: لا تكن عجلا. أيضا: وداع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا من حظ، أو يشين حرا من حظ، ويشين حرا من حظ. هنا أيضا يحفز الشاعر الإنسان، يعني بدأ بالأمر ثم بالنهي، فالأمر كان هنا التحقير، وأيضا النهي أيضا للتحقير. ويمكن أن تفكر في هذا الأمر على أنه: دع الكذوب للنصح،
ولا يكن لك صاحبا، هو هنا للنهي والتحقيق. قال الشاعر: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجربه. لا تتركني، هنا نهي، النهي هنا في لا تتركني، الغرض الالتماس. نعم أحبائي وأعزائي، قبل أن ننتهي أحب أن أوضح شيئا هاما، أن الأسئلة سوف تكون في المحاضرة الثانية أكثر من هذه المحاضرة، فهذه المحاضرة أيضا فيها أسئلة ولكن معظمها متروكه لحضراتكم حتى تستطيعون أن تفكروا في الغرض. قال الشاعر: حتى تستطيعوا أن تفكروا في الغرض يجب أن نقرأ الأبيات جيدا ونصل معا إلى الغرض. قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق، الغرض التوبيخ، كيف أنك تنهى الناس عن خلق معين ثم تأتي مثله وتفعله، إنه هذا عار كبير إذا فعل ذلك، هو يوبخ من يفعل ذلك وينهاه عن فعل ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية ويواليه في السر. لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية ويواليه في السر، وهنا يحث وينصح على عدم أن يكون الإنسان باطنه مثل ظاهره. لماذا تقف أمام الناس وتقول أن الشيطان هو الذي سبب لي هذا، وثم في الليل وفي الخفاء تكون معه؟ ننتقل أخيرا إلى الجزء الخاص بالمناقشة ولنبدأ. حدد نوع الأسلوب وبين الغرض البلاغي منه ولماذا آثره. قول علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: اغزوهم قبل أن يغزوكم، قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. الأمر هنا اغزوهم، هذا أسلوب إنشائي نوعه أمر، والغرض البلاغي هنا النصح والحث، الحث والتحنيس والنصح. ولماذا آثره هنا؟ آثر الأسلوب الإنشائي ليجذب الانتباه لأهمية هذا الموضوع وليثير ذهن السامع إلى أهمية ذلك الموقف. أيضا هنا فوالله ما غزي قوم، هو أسلوب إنشائي قسم، ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، وأسلوب قطر وحصر بما وإلا. الجملة الثانية: اتق الله حيثما كنت، كما ذكرنا هو اتقي هنا الفعل أمر وهو أسلوب أمر، وأيضا أتبع أسلوب أمر، وخالق أسلوب أمر، كل هذه الأوامر غرضها النصح والإرشاد. بعد ذلك عليك نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها، عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن عثرات الناس للناس. إذن فتش أمر، وعليك اسم فعل أمر، وخلي أمر، استخدام هذه الأساليب كلها في إثارة الذهن وجذب الانتباه والتشويق. إذن هي تصنع حركة بين القارئ أو السامع والأديب أو الخطيب أو الشاعر. عليك نفسك هنا الغرض النصح، فتش عن معايبها الحث، وخلي عن عثرات الناس للناس، يعني أترك عثرات الناس للناس، لا تتدخل فيما لا يعنيك، أيضا غرضه الحث والنصح.
والإرشاد. لا تنهى عن خلق، هنا أيضا التحقير والإرشاد أيضا. لا يدع أحدكم الجهاد، هذا أسلوب خبر وليس إنشائي، هو نفي، لا يدع أحدكم الجهاد. فلا يجب أن تأخذ الأساليب ببساطة هكذا، لا تدع الجهاد هذا نهي، لكن لا يدع أحدكم الجهاد هذا أسلوب نفي وهو خبري، ويفيد هذا الأسلوب الخبري في الوصف وفي تقرير وتوضيح المعنى المراد فقط. لا يدع الجهاد، لا يدع جهاد النفس إلا الكسلان، أيضا أسلوب قصر وحصر بلا وإلا، وهو أسلوب مواصل. أنا لفي زمن ترك القبيح به، أنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. يبقى من أكثر ما تريد أن تحسن نفسك به وتجمل نفسك به هو أن تترك القبح. لفي، أنا لفي زمان، أترك يعني ترك هنا بمعنى أترك القبيح به، ولا ترك القبيح به أسلوب خبري. من أكثر الناس إحسانا وإجمالا هو ترك القبيح. هنا المعنى يوحي بأنه يقول لك أترك القبيح، كأنه يقول من أكثر الناس إحسانا وإجمالا ترك القبيح في هذا الزمن أو في هذا الزمن، وكأنه يأمرنا، ولكن هنا أمر معنوي تفهمه من المعنى. يعني أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكياني بصخر الندى. فالخنساء تنادي على عينيها ثم تأمر العينين لتظهر مدى الحزن، هنا جودة الحث وإظهار مدى الحزن، ولا تجمد أيضا غرض الحث وإظهار التمني أيضا من عينيها أن تبكي، هي لا تنزل جمعة واحدة فتطلب منها أن تجود وأن لا تجمد. ثم تسألها ألا تبكيان، هم تتكلم العينين، تتكلم هي العينين، تقول ألا تبكيان لصخر الندى، استفهام. قال الحطيئة ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، ألقيت كاسبهم في، كاسبهم هو الرجل الذي يكسب لهم العيش، هو المكتوب به نفسه، في قعر مظلمة، في قعر مظلمة، والمقصود عندما حبس رمي في سجن مظلم. فاغفر عليك سلام الله يا عمر، هنا نداء من سيدنا عمر، فكانت هذه الأبيات عمر بن الخطاب عندما سجن الحطيئة. اغفر، هنا الأمر من الأدنى إلى الأعلى، ولكن برضو يعني ليس مثل الأدنى الإنسان وربه، لا، وإنسان وإنسان أيضا. فاغفر هنا الاسترحام والتردي والالتماس، كل ذلك من الممكن أن تقول أن غرض البلاغ هو الاسترحام. وأثر هذا برضو أن مؤثرة كل من يؤثر الأسلوب الإنشائي هو لجذب الانتباه وإثارة الانتباه وجذب الذهن وإثارة الذهن، كل ده كلام مظبوط، يشد الانتباه، تشويق، كل هذه الإجابات تشويق. قول الشاعر فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ضره. يعني إذا أنت منحت علمك لجاهلين فأنت تضيع هذا العلم، ولكن إذا منع يعني أعطيت من يستوجب هذا العلم فأنت أعطيته في حقه. فلا تعكس الأمر، لا تمنع المستوجب للعلم لأن ذلك نوع من الظلم. يبقى ومن منع هنا، من منح الجهال علما أضعه، أسلوب شرط. نحن نعتبر الأساليب الشرطية كلها ترابط من باب الطلب أيضا، ولكن الطلب هنا غير واضح إلا الشرط. أضاعه يعني من منح أضاع، هذا ليس طلبا بشكل واضح ولكنه شرط. ومن منع فقد ظلم أيضا أسلوب شرط، والأساليب الشرطية بنعتبرها خبرية. قول الحسن بن هانئ
خلي جنبك لرام وامض عنه بسلام. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. مرة أخرى، خلي جنبك لرام وامض عنه بسلام. مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. إذا هنا الرجل يستخدم النصيحة، خلي جنبك لرام، اترك الإنسان الذي يرميك بالكلام وامض عنه بسلام، اتركه. فلك الخير لك أن تموت بداء الصمت خير من أن تموت بداء الكلام. إذا الموت أيضا أمر، ولكن هنا الأمر هنا بالموت هو ليس مجرد أمر للنصح، لكن هو لإظهار، هنا الأمر لإظهار المفارقة بين الاثنين وأهمية الصمت أفضل من الكلام، هو لإظهار المفارقة. إنما السالم من ألجم فاه بالجام، هذا أسلوب إيه؟ خبري مؤكد بإنما، قصر وحصر بإنما، قصر بإنما. يقول القائل: لا كنز ولا كنز أنفع من العلم، ولا مال أربح من الحل، ولا حسب أرفع من الأدب، ولا دليل أوضح من الحق. لا كنز أنفع من العلم، ولا مال أربح من الحلم، ولا حسب أرفع من الأدب، ولا دليل أوضح من الحق. كل هذه أساليب نافع. أحبائي وأعزائي، بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة. أشكركم وأستودعكم الله، أتمنى لكم التوفيق والتفوق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف